ابني كتير تأثر. دوجة حجازي تنقل معاناتها الحقيقية في للموت 2. بعد يومين 3 أيام يتوفى هيدا الولد. اليوم نحن أول أشخاص رح نفوت على بيت دوجة حجازي لنبارك لها فيه أول شيء، وأكيد لنحكي عن للموت ونجاحها فيه. يا أهلا وسهلا. عم استقبلتينا مش عم يستقبلكم بينات. شو الأخبار؟ تفضلوا. البيت بعده فاضي. البيت جديد. ايه نقل جديد. مرحبا لك، ألف مبروك. Thank you so much. اشربوا قهوة؟ اشرب قهوة يلا. ومع فنجان القهوة بنكون جهز لنا نحكي عن مسلسل للموت 2 والنقلة النوعية اللي عملتها دوجة بالشخصيتين اللي قدمتهم، أمل المرأة الفقيرة اللي بتحاول تعيش أولادها من خلال تقمصها لشخصية الراقصة ريمونا. أنا استصعبت شخصية أمل أكتر لأنه الفرق بالصوت بالمشي، يعني أنا كنت أيام أمشي هيك فيليب يقول لي كتافك. هي مرة بتشتغل ليل نهار عم تتعب لتربي أولادها. دخيلك محمود الحقني عبده طالع السكري معه، ما بقى عندي إنسولين. عندك ريمونا الرقاصة اللي عم بتمثل على العالم انه هي منا منيحة اذا بدك، بس في عنا مواقف وقصص صغيرة بالبودي لانجوج اذا بدك بيبين انه هي المرأة هيدي الحيرة يعني اللي عطت العالم. لو انت تعرضت لهيك موقف ممكن تستعملي هيدي الطريقة لتطلعي مصاري؟ المرأة ممكن تعمل اي شيء لحتى تربي ولادها. بعدين هي شخصيتها كان عندها جملة بتقول ممنوع اللمس يا قلبها، فكانت انه ممنوع حدا يقرب عليها. هي عم ترقص، هي كل شيء، بس ما في رجال بيقرب عليها. وهل تناقض كمل مع تفاعل الجمهور معها على السوشيال ميديا اللي ساعات كان يحس انه اللي بتعمله مش صح، والاوقات الثانية كان يبكي ويتعاطف معها خاصة بعد خسارتها لولادها بالحريق. قدي تأثرتي فيه أنت وقدي أعطيتيه من قلبك لدرجة أنه الناس بكيت ببيوتها؟ فتت بالدور لدرجة بتخوف، يعني بعد ما أرجع على البيت تأكد الغاز مطفي كل شيء، ووقتها صار جينا بدنا نصور المشهد، الجو كله حوالينا تابوتين والأساتذة الممثلين معي، يعني كلهم فايتين معي بالجو، فما فيك ما تعيش اللحظة يعني من قلبي، عن جد من قلبي نسيت حالي. يعني بتذكر سألت المخرج أنه في شيء لازم أعمله، قال لي اللي بتحسي عمليه. ويمكن اللي زاد من صعوبة الموقف عليها انه دوجة ام لولدين. انت شو سمعتي من اولادك تعليقات لما شافوا المشهد؟ ليك ابني كتير تأثر، ابني حساس، بنتي بتحسها بتبين انه هي قوية، فانه كل شوي مامي انا ما قادرة اشوفك عم تمثلي ولا عم تضحك. وغير هذا كله واللي ما بيعرفوا الكثار انه دوجة عاشت مشاعر مشابهة لشخصية امل بالحقيقة. انا بنت اختي كانت بمركز سرطان الاطفال، مثلا بمركز سرطان الاطفال كنت تعلق بولد، بعد يومين 3 أيام يتوفى هيدا الولد، وشوف الأم وشوف الأهل، فهو كلهم ساعدوني بالدور اللي أنا أديته، عشان هيك يمكن كان واقع شوي. وحتى تحسس الجمهور بواقعية الفقر والضعف اللي بتمر فيه أمل بالمسلسل، كنا نشوفها أغلب الأوقات بثياب سوداء وبدون مكياج أبداً. تقصدتي كملت بعد حالك عن الاتهامات اللي بتقول انه المرأة الجميلة تدخل الدراما اللبنانية؟ مزبوط، انا هيدا الشيء اشتغلت عليه لانه انا ما بدي العالم تشوفني تحطني بهيدا الايمج، فانا يمكن فتت للاكستريم بشخصية امل، مش بس بلا ميك اب حتى متعبين وجهي.